마루다나 마루다나 아 نظم الديفان انترناشنال بالتعاون مع الاتحاد البريطاني NUCK وكلية لمنس الجامعية التقنية جلسة تعريفية للأهالي والأساتذة لتعريفهم بالسنة التحضيرية IFY، وهي السنة بيحتاجها جميع طلاب الثانوية العامة التوجيهي وبعض طلاب النظم الأجنبية لاستكمال دراستهم الجامعية في بريطانيا أو في أي دولة حول العالم. اليوم احنا عاملين دورة تحضيرية مشان نحكي للأهالي والطلاب عن برنامج الـ IFY اللي هو السنة التحضيرية اللي لازم يأخذها الطالب مشان يكمل دراسته في أي مكان بالعالم وخصوصا في بريطانيا. هذه سنة بدرسها هون في عمان بدل ما يدرسها في بريطانيا، بتوفر عليه مبالغ كبيرة تقريبا 50% من تكلفة البرنامج، وأيضا بكون هون لأنه بكون أعمار بين 17 وكذا، بكون بينه وبين أهله حتى يتأهله وتحضروا أنه يروح ويتغرب ويطلع لبريطانيا. وهي السنة التحضيرية ليست فقط للغة الإنجليزية بل لعدد من المواد الأخرى حسب تخصص الطالب. الطالب اللي هو بده يشترك أو اللي إحنا من طلع عليه أساس يشترك في هاي المحاضرة هو بكون طالب إما خريج ثانوية عامة بأي معدل حتى لو كان 50، أو طالب دارس IB أو IG بس بده معدلات عالية. حيث سيتم تدريس هاي السنة التحضيرية داخل كلية لمنس الجامعية التقنية بمناهج وأساليب تدريس تابعة لاتحاد الجامعات البريطاني. Today we have a great event launching the International Foundation Year, which is in partnership with Divan International and LTUC, Luminous Technical University College. And it gives Jordanian youth hoping to study in the UK the chance to complete a year here and be guaranteed a place in one of 16 universities in the UK. The benefits really are around not just cost, but around being able to learn how to study, how to tackle things in the British way, if you like, but also it gives them the opportunity to apply for other places. It's internationally recognised, so I think the benefits are a plus for all of those who are thinking of going on to further study outside of Jordan. وبعد الانتهاء من السنة التحضيرية بيضمن الطالب مقعده في واحدة من أفخم وأعرق الجامعات التابعة للاتحاد البريطاني الشمالي، وهي السنة الدراسية بتنطرح لأول مرة بالأردن والشرق الأوسط. صح 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 صح